مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة حلقتنا فيها العديد من الموضوعات المهمة وفي الغريبة برضو، مع ضيفنا اللي هيشرفنا نشرفنا في هذه الحلقة المستشار بدر عبد المحسن، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ محمد، ربنا يخليك. ولكن في البداية أنا معايا موضوعين أحب أنوع عنهم. الموضوع الأولاني معانا حكاية أغرب من الخيال، وانت بتقرا هذه الحكايه تحس ان انت بتقرا في سيناريو فيلم سينمائي. هذه القصه لسيده من مركز الصف بمحافظه الجيزه. الصدفه كشفت ليها عن كارثه حقيقيه بتعيشها الان. اكتشفت انها متزوجه من شخص اخر، لا تعرف اسمه ولا تعرف عنه اي شيء، عن طريق الصدفه البحته. من كانت بعد طلاقها من زوجها كأي شخص، كانت ليها معاش لأبوها، فذهبت لي من أجل الحصول على هذا المعاش، اكتشفت إن معاشها موقوف، فسألت إيه سبب وقف هذا المعاش، اكتشفت إنها متزوجة. فطبيعي فوجئت، إزاي أنا متزوجة، أنا مطلقة أصلا، إزاي أكون متزوجة؟ فبحثت في الموضوع فاكتشفت إن ليها أخ كان واخد بطاقتها من 30 سنة فاتوا في التسعينيات، وعقد عقد زواج لصديق له مقابل 100,000 جنيه للزواج من راقصة من إحدى الدول العربية، ودون أن يعلمها بهذه التفاصيل. هي يعني ما صدقتش هذا الواقع، فسألت أخوها أنكر كل هذه التفاصيل. فقعدت مع نفسها كده تتذكر ايه الموقف اللي حصل من 30 سنة عشان يحصل معها هذا الدروب او هذه الكارثة الحقيقية اللي هي بتعيشها، والواقع المرير اللي هي عايشاه والألم المرير اللي هي عايشاه حاليا. فتذكرت واقعة حصلت ليها من 30 سنة لما اخواتها استدعوها وقالوا لها الحق اخوك الكبير في كارثة حقيقية، وان هو متهم ان هو اجبرك على الزواج، فانت هتروح للنيابة يعني تنكري هذه التفاصيل، هذا الاتهام الموجه لاخوه الكبير. فهي ما تعرفش ايه اللي ورا القصه او ايه اللي ورا الحدوته بسبب اتهام اخوها، فراحت طبعا وانكرت اتهام اخوها وقالت لا اخويا ما اجبرنيش على الزواج. ولكن اكتشفت الصاعقه او الكارثه الحقيقيه اللي بتعيشها حاليا بعد 30 سنه. فبدل من ان يكون الاخ هو السند والحامي لاخته، انعدم من الانسانيه، من النخوه، من الرجوله، واضطر ان هو يعني تسبب في تشويه سمعه اخته، يعني والم مرير بتعيشه بسبب ان هو جري ورا المال، الطمع والجشع. يعني مش عارف يعني احنا وصلنا لهذه الدرجه. يعني لولا الصدفه ما كانتش الاخت اصلا هتعرف ان اخوها طعنها في ظهرها بخنجر، بدل ما يكون حامي وسند ليها. انا في الحقيقه عايز اعقب مع الاستاذ المستشار بدر عبد المحسن على هذه الواقعه. ايه الاجراء القانوني اللي تلجا ليه هذه السيده، وخاصه ان هي متهمه الان بان هي جامعه بين زوجين؟ تمام، تعمل ايه؟ طبعا الموضوع ده هيبقى قدام النيابه العامه، مع تحقيقات النيابه العامه وتحريات المباحث بامر الله تثبت ان هي اتضحك عليها او ادخل عليها الغش والتدليس من قبل اخوها ده. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي يعني وهتطعن كمان بالتزوير، يعني على القسيمه دهيت. وفي جميع الاحوال بامر الله لا اما المحضر يتحفظ، او حتى لو لا قدر الله نزل جلسه هتاخد براءه، نظرا ان هي ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، واتضحك عليها من اعز شخص ليها اللي هو اخوها، اللي هي كان مفترض حمايه ليها، وان هي مش متوقعه ان الموضوع ده يجي من اخوها. وبالتالي بامر الله هتظهر براءتها سواء قدام النيابة أو قدام المحكمة. حتى لو الأخ أنكر من 30 سنة ما كانش الموضوع فيه، هي لما راحت السجل المدني وتسأل قالوا لها ما كانش فيه الوثيقة مميكنة أصلا. تمام، يعني ورق. احنا مش بالنسبة للأحداث، تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، كل ده هتثبت إن هي ادخل الغش عليها، وبالتالي هتثبت براءتها بأمر الله. هل في عقوبة هنا بتنتظر؟ طبعا ده بالنسبة تتوقع على الأخ طبعا. ده تزوير في اوراق رسميه، جنايه. جنايه
حتى بعد 30 سنه التزوير في اوراق رسم. نعم، حتى بعد مرور 30 سنه بتفرض عقوبه برضه. حكايه مرور بعد 30 سنه دي يعني مش يعني طبعا طبعا الوقائع الجنائيه او الجرائم في مده معينه لسقوط الجرائم. لو اثبت ان هي الواقعه دي من 30 سنه حتى لو جنايه ممكن بتتقادم بمرور 10 سنوات الجنايه. نترك الموضوع للنيابه العامه وهي بامر الله يعني هتثبت براءتها عن طريق التحقيقات بتاعت النيابه وعن طريق تحريات المباحث. تمام، احنا برضو معانا موضوع تاني يعني انا بعتبره ان هو رساله بتوجه لكل الشباب العاطلين اللي هم رافضين ان هم يشتغلوا في اي شغل ومقررين بس ان هو يفضل قاعد على القهوه وبياخد مصروف من والده وممكن بيعمل مشاكل مع اهله عشان خاطر مصروف بالرغم ان هو حاصل على مخلص دراسته بس هو لا مش عايز يشتغل غير في وظيفه معينه. احنا معانا قصه كفاح لاربع اشقاء من محافظه انا. اربع اشقاء دول من فاقدي البصر. الاب ابوهم هو اللي بيرعاهم وهو بيعولهم في نفس التوقيت يعني في بدايه لما ربنا رزقه باولاده هؤلاء كانوا فاقدي البصر ب 99% ما فقدش الامل سافر الى القاهره من اجل علاجهم ولكن فشلت كل المحاولات فرض بامر ربنا وقضائه وقرر ان هو يعلم اولاده. اكبر ابنائه حاصل على كليه تخرج من كليه الدراسات الاسلاميه بجامعه الازهر والابن الثاني معاه برضه خريج معهد ازهري ويعني كل اولاد علمهم. الحقيقه انا حبيت اسرد هذه القصه لان انت لو نظرنا لهذا الموضوع هنجد ان هذه الاسره لا يعني ما تركتش خلاص انا اربعه من فقد البصر لا ده بالرغم من الصعوبات اللي هم بيواجهوها في التعامل لا قرروا ان هم يشتغلوا عشان يصرفوا على بيتهم لان فيهم ايضا الكبير متجوز والتاني والابن الاخر متزوج ايضا فهم عندهم اسره فنزلوا عن طريق براويت احنا كلنا طبعا عارفين البراويت اللي بتستخدم في المعمار حطوا فيها البضائع والسلع اللي هم يقرروا يبيعوها ونزلوا بيها الكرة والنجوع في محافظة قنا من اجل ان هم يبيعوا. تخيل بقى انا عايزك تتخيل المشهد ثلاث اشقاء منه هم ثلاث اولاد وبنت تخيل ان هم دول فاقدي البصر وماشيين بيبيعوا عشان عايزين يساعدوا اسرتهم على المعيشة. الاب مش بيطالب حاجة ويقول لك مش بيطالب بس ان هو يعالجهم لا هو عايز حاجة بسيطة فقط ان يتم توظيفهم للمساعدة ان هم يقدروا يساعدوا بيوتهم وان هم يقدروا يصرفوا على بيتهم. دي في قصة كفاح حقيقية لازم تكون رسالة موجهة لكل الشباب ان مهما واجهتك الظروف لازم تشتغل لازم تكسب لقمتك من عرق جبينك على رأي المثل الايد البطالة نكسب. يعني احنا في تقرير عمله زميلنا الاستاذ محمود الدسوقي الصحفي بوابه الاهرام اعد هذا التقرير معانا تقرير للحديث عن هذه قصه الكفاح مع اسره هذه الاسره. هسيبكم مع هذا التقرير ونرجع لكم تاني بعد التقرير. أنا محمد عبد الحميد حسين من مركز الوقف محافظة قنا. أنا كفيف البصر من أول ما ولدتني أمي وأنا الحمد لله قدر ربنا المشيئة لي أنه أكون طالب في معهد ديشن الأزهري وربنا وفقني ووصلت لغاية مرحلة الكلية وتخرجت من 2009 وانا تقدمت يعني في القوى العاملة وقدمت في المسابقات السابقة ما ربنا ما قدر ليش المشيئة انه انا اتعين وشاءت ما شيئة ربنا سبحانه وتعالى بقيت اتاجر في الادوات المنزلية الجيران تشتري الاهالي الاقارب تشتري اصبح السوق دوك يعني ظروف السوق تعبانة وظروف الناس تعبانة. انا ابو احمد ومحمد وعادل وفايز وهم الأربعة مستكفين نظر ضعيف ضعيف خالص يعني وأنا عملت اللي يقدر اللي قدرني ربنا كله عملته معهم للنهاية عملت لهم عمليات وديتهم أسيوط وديتهم مصر وديتهم أرمان
وما خليت ولا مطرح ما عملت لهم في عمليات وعلى حسابي مش على الحكومة. وأنا وظيفتي متوظف عامل في مصنع الألمونيوم وعملت على قد ما قدرت مع أولادي. يعني في ناس استفزتني كتير تقول لي خسارة فيهم الأكل دول. يعني في ناس استفزتني كتير قوي وأنا أقول الشعراية فيهم براجع. يعني ما فرطتش فيهم للنهاية لغاية هذا الوقت. بنت لهم البيت ونظفت لهم المطرح وعملت لهم كل إمكانياتهم وعرض جبيني. يعني ما استفزتش فيهم عيل ولا هنت عيل فيهم وحادي فيهم لهذا الوقت. وأنا دروق طالع لي 5 سنين على المعاش من 2015 وأنا طالع على المعاش. هل معقول المعاش دروق أقضي 11 فرد أمين مرتبين؟ ما سألين فيه اللي واخد أزهر سنوي ما سألين فيه اللي واخد ونازل كلية تاني أزهر ما سألين فيه وادي لغاية النهاية والبيت ما توصفاش ولا أي حاجة والأم برضو ما فيش وظيفة ولا أي حاجة ويقولوا المتعاقين توظفوا عما يوظفوهم عما يعملوا والله لغاية هذا الوقت ما شفت أي وظيفة ولا أي حاجة للأبناء. ورجعنا لكم تاني بعد هذا التقرير واحنا النهارده معانا في حلقتنا موضوع مهم جدا بيشغل بال راي الشارع المصري تحديدا وخاصه ان في احنا بنشاهد العديد من الحوادث المروريه اللي بتقع في الشارع المصري وبيتم توجيه الاتهام الى الشخص ان هو قتل عن طريق الخطا وايضا في جرائم اخرى كالاهمال الطبي بيوجه ايضا للطبيب ان هو قتل عن طريق الخطا احنا فاتحين هذا الموضوع في هذه الحلقه بالتحديد لمعرفه ايه هي جرائم القتل الخطأ والعقوبات في مثل هذه الجرائم. بداية استاذ بدر عايز اعرف من حضرتك يعني ايه معنى جريمة القتل الخطأ؟ تمام. وهل في اختلاف بينها؟ هل مرتبطة برضو في عقوبة بين قتل الخطأ والإصابة الخطأ ولا ايه؟ ممكن نوضح بس المشاهد الاول. يعني يعتبر الاثنين قريبين من بعض. يعني القتل الخطأ معاقب عليه بنص المادة 244 238 عقوبات. مضمون المادة دهيت اللي هي 238 عقوبات من كل من تسبب في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ده نص المادة الفقرة أو العقوبة اللي تعتبر بسيطة تمام. ما فيهاش ظروف مشددة. طبعا في ظروف مشددة في نص المادة ديت تمام. الظروف المشددة ديت حضرتك إذا وقع من الجاني إخلال جسيم بما يتطلبه هو ايه الخطا الجسيم اللي بيقع من الجاني؟ نعم يعني ايه زي ايه الخطا الجسيم خلال جسيم يعني ايه الخلال الجسيم خلال جسيم طبعا واحد في مهنه او في وظيفه او في حرفه الحرفه ديت او الوظيفه او المهنه بتفرض عليه يعني ان يكون يعني بيلتزم بأصول المهنة اللي بيشتغلها وبالتالي إذا أخل أو ما التزمش بهذه الأصول يعتبر إخلال جسيم بالمهنة بتاعته. الإخلال الجسيم ده أنا ده الظرف المشدد يعني إذا وقع من الجاني إخلال جسيم بما تطلبه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا لمسكر أو مواد مخدرة أو نكلة أو تقاعس نكلة أو تقاعس عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو طلب المساعدة له مع تمكنه من المساعدة. ده الظرف المشدد بيعاقب هنا في الحالة دي بالحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يتجاوز 5 سنين حتى لو متعاطي زي ما حضرتك بتقول. ما هو ده ظرف مشدد ظرف بيكون متعاطي مسكرين سكران يكون بيشرب مخدرات إذا دي ظروف مشددة. إذا وقعت الجريمة وهو تحت تأثير المخدر أو السكر هنا الظرف مشدد العقوبة تكون من سنة. احنا الفقرة الأولانية من النص المادة ديت العقوبة الحبس لا تقل عن 6 شهور
في الظرف المشدد الفقرة الثانية ديت الحبس من ما يقلش عن سنة ولا يتجاوز 5 سنين. طب الفقرة الثالثة في الظروف المشددة في نفس نص المادة دهيت، إذا ترتب على هذا الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة هنا إيه؟ الحبس من الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين. طيب إذا وفقا للفقرة دهيت، إذا ترتب إذا توفر ظرف مشدد من الظروف السابقة، إذا ترتب ظرف مشدد من الظروف السابقة اللي هو إخلال جسيم بالمهنة بتاعته أو الوظيفة بتاعته، أو كان متعاطي المسكر أو مخدر، أو نكل على مساعدة من وقت عليه الحادث، تمام، وتوفى أكثر من 3 أشخاص، العقوبة هنا من سنة ل10 سنوات. طب أنا عايز أسألك سؤال، في فرق بين الخطأ العادي والخطأ المهني؟ تمام. وانت حضرتك بتتحدث ان الشخص اللي بيخطأ مهنيا اذا كان مسكر او اي حاجه، هل هي عقوبه كافيه؟ يعني يعني مش مفروض يبقى في عقوبه اشد من ذلك؟ تمام. يعني ده روح تمام وماتت، يعني هو تمام. مش هنا مش هتعاقب خطأ قتل ولا اهمال، ده المفروض انت مسؤول عن، المفروض تبقى قتل عام، لان انت رايح تعمل حاجه كطبيب مثلا، رايح انت رايح مخدر ليه؟ ما هو النص الماده 238 بيتكلم عن القتل الخطأ، هو ما فيش قصد جنائي. ما هو لو في قصد جنائي يبقى مش هيبقى قتل، مش هيبقى جنحه. خلي بالك نص الماده 238 ده جنحه، بتنزل جنحه قتل خطأ، او نص الماده 244 جنحه اصابه خطأ. لو دخلنا في القصد الجنائي ان هو متعمد، يبقى طلعنا من مضمون القتل الخطأ الى مضمون القتل العمد، ودي له عقوبه تاني. هو في اهمال، في رعونه، في عدم احتراز، في عدم مراعاه القوانين واللوائح والانظمه والقرارات. هو ما يقصدش ان يقتله، ما يقصدش ان يموته، ولكن في اهمال، في زي ما قلت لحضرتك رعونه. هو استاذ بدر في خطا بيقع، خطا طبي ممكن هو بيعمل عمليه، في خطا وقع فيه بس هو بكامل قواه العقليه ليس تحت اي تاثير مخدر، تمام، ده انا مع حضرتك فيه. ما هذا ظرف مشدد، ماشي، ظرف مشدد. الطبيب، لا، في الطبيب في اخطاء ماديه وفي اخطاء فنيه. الخطا المادي اللي هو ممكن بالنسبه للطبيب، اي شخص ممكن يخطا، يعني خارج نطاق المهنه بتاعته. مثلا ان الطبيب ينسى مشرط الجراحه في بطن المريض اللي هو بقى بيعمل له عمليه، ان المريض الطبيب الحكومي في مستشفى الحكومي يرفض علاج مريض بدون مبرر، ان الطبيب ممكن يعمل عمليه وهو تحت تاثير مخدر، كل دي اخطاء ماديه. الاخطاء الفنيه اللي هي متعلقه بالمهنه بتاعته، بالفنيات بتاعت المهنه بتاعته، المهنه بتاعته، زي حضرتك اخطا في التشخيص، وطالما اخطا في التشخيص يبقى بيخطئ في العلاج، اخطا في الاشاعه، اخطا في كميه التخدير اللي هيديها للمريض قبل اجراء العمليه، دي اخطاء فنيه. سواء خطا مادي من الطبيب او وقع في خطا فني، في جميع الاحوال بيعتبر قتل خطا، وبيعاقب مع الظرف المشدد، تمام. ما هو ده حضرتك اذا اخل الجاني اخلال جسيم بما تطلبه اصول مهنته. كل مهنه ولها اصول وفنيات، طبعا ده ظرف مشدد. خدت البال حضرتك؟ تمام. في حاله ان هو اهمل ولكن لم تصل الى القتل الخطا، وصلت الى ان هو تسبب في عاهه مستديمه، تمام، او اصابه، تمام، هل العقوبه بتختلف ولا هي نفس طبعًا العقوبه؟ طبعا نخش بقى في نص الماده 244 اللي هي خاصه بالاصابه الخطا. اذا ترتب، يعني هو الفقره كل من تسبب في اذاء، نص الماده 244 اللي هي خاصه بالاصابه الخطا، كل من تسبب في جرح شخص او ايذائه، وكان ذلك ناشئا عن، برضو يعني نفس المضمون بتاع ماده القتل الخطا، وكان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللوائح والانظمه والقرارات، يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه. طب لو ترتب على الاهمال ده هو من جانب الطبيب او الاخلال الجسيم، ترتب عليه عاهه مستديمه، في الحاله دي بيعاقب مده لا تزيد عن 2 سنين.
خدت بال حضرتك؟ تمام. احنا دايما بنشوف حوادث طرق بتحصل، وفي الاخر يعني انا هكلم حضرتك عن ابرز حادث حصل وكان عمل ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، حادث مركز البدرشين اللي اسفر عن وفاه 4 واصابه 13 اخرين. هذا الحادث تحول وجهت النيابه الى هذا الشخص اللي كان مسؤول عن سواقه الميكروباص بتهمه القتل الخطا. انا عايز افهم دي برضو، يعني شخص سرعه جنونيه يتوجه له تهمه قتل الخطا ايضا؟ تمام. مات كام في الحادثه دي؟ مات 4. تمام. هو دلوقتي في ظرف مشدد، ما هو احنا قلنا الظرف المشدد اذا ترتب على الحادث وفاه اكثر من ثلاث اشخاص، حتى في حوادث الطرق، في اي يعني ايه حوادث الطرق؟ يعني مش مفروض اصلا في عقوبات قانونيه بتوقع على الشخص اللي بيخالف التعليمات المروريه؟ تمام. هو حضرتك ممكن يتوجه له كذا تهمه. ممكن يكون سايق العربيه بدون رخصه، ولكن العقوبه الاشد اللي هو موت اكثر من ثلاث اشخاص. للاسف احنا في فوضى مروريه. تبقى راكب عربيتك تلاقي تروسيكلات، موتوسيكلات، حزب، ميكروباصات، طياره، وما فيش مراعاه لان في حد بيعدي، مثلا راجل كبير، ست كبيره، طفل، طفله. يعني للاسف المفروض يتم تشديد العقوبات. يعني الحادثه اللي بتقول حضرتك مات فيها اكثر من 4 اشخاص، اقصى عقوبه في حاله اذا ترتب على الحادث وفاه اكثر من 3 اشخاص، العقوبه ما تقلش عن سنه وما تزيدش عن 7 سنين. يعني موت اكثر من 3 اشخاص وعقوبته اقصى عقوبه 7 سنين؟ لا. في الحاله دي المفروض تتغلظ العقوبه، توصل ل 15 سنه عشان يتعظ ويكون عبره للاخرين انه هو يمشي على مهله ويراعى القوانين ويراعى ان في ناس بتعدي الشارع ويراعى انه في اطفال وفي كبير وفي صغير وفي ستات وفي ناس تعدت ال 80 سنه اللي بيركب المركبه للاسف او السياره او بيسوق بسرعه جنونيه حتى لو في وسط كتله سكنيه، كانه سايق على الطريق الصحراوي. مفيش مراعاه لاي حاجه. وبالتالي انا اطالب بتغليظ العقوبه. مش تموت لي اكثر من ثلاث اشخاص، ولو شخص واحد يا استاذ بدر، او شخص واحد هو في جميع الاحوال دول، هو انت مش اخطات للاسف، يعني مش يعني خطا وقع من الفقره الشخص ده. الفقره الاولى من نص الماده 238 من نص الماده 238 اللي هي خاصه بالقتل الخطا، بيقول لك اذا تسبب في موت شخص. طب موت شخص العقوبة لا تقل عن 6 شهور. هي طبعا هو سايبها ما تقلش بأي حال من الأحوال عن 6 شهور، أو غرامة 200 جنيه، وغرامة 200 جنيه أو إحداهما. للأسف في بعض القضايا شخص بيموت واحد وبترسي على غرامة. يعني موت روح وللأسف بترسي على غرامة 200 جنيه. طبعا هي ال 200 جنيه بياخد عشان بياخد القاضي بيدي غرامه 200 جنيه عشان يفتح لورثه المجني عليه ان هم يرجعوا بالتعويض على المتهم. ولكن ازاي، على اي اساس تموت روح وتقول لي غرامه؟ مهما كان الفلوس مش هتعوض الراجل اللي توفى. وبالتالي انا مع حضرتك ان لازم تغليظ العقوبات في الجرائم بتاعت القتل الخطا. في حوادث السيارات رهيبة. خلاص من امن يعني حضرتك دلوقتي انا عرفت العقوبة، واحد خبط واحد ورست على غرامة، ده هيشجع زمايله، يعني خصوصا الجماعة بتوع الميكروباص دولت. طيارة. هل ده معناه ان هناك في عوار في القانون ويحتاج الى تعديل؟ طبعا لازم تغليظ العقوبة عشان يكون عبرة للآخرين. لما واحد يموت واحد وترسي على غرامة هتشجع الناس انه يعمل ويموت للأسف. أما لما يكون في عقوبة جديدة هيفكر 1000 مرة ومرة وهيمشي على مهله وهيتبع القوانين واللوائح. كل الأمور دي هتظبط السير على الطرق وهيمشوا هيراعوا كل الأمور دهيت عشان خايف انه لا قدر الله لو خبط واحد هيتعاقب عقاب شديد. هل هناك في نماذج اخرى لحوادث القتل الخطا غير المرور وغير الاهمال الطبي؟ طبعا في خاصه ان دول يعتبر اشهر يعني هو الحوادث القتل الخطا متمثله زي ما قلت لحضرتك الاخطاء الطبيه، الحوادث المرور، حوادث مخالفات البناء والهدم. واحد بيبني طبعا في قواعد للبنى والهدم،
بحيث ما يضرش حد، بحيث ما يأذيش حد، بحيث لو ما اتبعش طبعا المسؤولية المدنية والجنائية في حوادث البناء والهدم ديت أو مخالفات البناء والهدم، بيشترك فيها 4 أشخاص: مالك العقار والمقاول والمهندس والعامل اللي شغال في الموقع أو في العمارة ديت. مالك العقار يعتبر هو المسؤول الأول عن أي حوادث تحصل في العقار اللي بيملكه. يعني لو هو حصل شاف إن في تلفيات أو في انهيار في الجدران أو في شروخ، المفترض إنه يعالجها، المفترض إنه يعالجها. لو ما عالجهاش وتسببت هذه الشروخ أو انهيار الجدران وما رممهاش، وتسببت إن هو الجدار ده أو العمارة دي تسقط على واحد ويموت أو يصاب، في الحالة دي بيتعاقب مالك العقار. المقاول هو الشخص اللي بيقعد إليه بتنفيذ البناء طبعا، وهو اللي بيشرف على أعمال البناء من المعدات، من أدوات للبناء، من مواد البناء المستخدمة، كل الأمور دي بيشرف عليها المقاول. طيب لو تقاعس المقاول ده هو أو خالف التعليمات، إنه لو شاف حاجة غلط أو ما مرش على العمال اللي شغالين معاه وتسبب بأي صورة من الصور في إن واحد يموت أو يصاب، في الحالة دي برضو المقاول بيتحاسب وبيتعاقب مسؤول جنائيا ومدنيا. المهندس هو المسؤول، ده الفئة الثالثة في حوادث المباني. المهندس اللي هو بيقوم بإجراء التصميمات الإنشائية للمبنى، لو في خطأ بيندرج تحت القتل الخطأ. طبعا ما كل ده الامور دي بتندرج، وتبقى اقصى عقوبة 7 سنوات. دي حسب اذا كان في ظرف مشدد ولا لا. يعني في مباني قايله للسقوط وبيبقى بسبب فيها المقاول والمهندس، وبيكون ساكن فيها ناس وبتصفر عن قتل، مش بس 4 5 اشخاص. لو تفتكر اكثر العمارات اللي وقعت للاسف في محافظة اسكندرية مع غش المباني وما فيش التزام بالقواعد المهنية في البناء، والمقاول ما بيلتزمش، ممكن يجيب ادوات بناء مخشوشة للاسف عشان يطلع برج في 5 6 شهور وما بيراعيش اي حاجة خالص، تلاقي البرج وقع وناس ماتت. اقصى عقوبة للاسف، طبعا احنا قلنا اقصى عقوبة يعني إذا زاد عن 3 أشخاص أقصى عقوبة، مع توافر الظروف الأخرى إن هو إخلال جسيم بما تطلبه أصول المهنة بتاعته، أقصى عقوبة الحد الأدنى ما يقلش عن سنة وما زادش عن 10 سنين. هل بتتساوى العقوبات للـ4 أشخاص اللي حضرتك ذكرتهم، المقاول وصاحب العقار؟ كل واحد حسب دوره. صاحب العقار ممكن يرمي التهمة على المهندس ويقول لك أنا ما أعرفش حاجة. هو طبعا مع تحقيقات النيابة هيشوف مين اللي أخل بالتزامه، مالك العقار ولا المقاول اللي قام بمهمة التنفيذ، أو المهندس اللي هو وضع الرسومات البنائية والإنشائية للمبنى ده. هو تحقيقات النيابة هتظهر مين اللي فيه الأخل بالالتزامات اللي عليه، سواء مالك العقار ولا المقاول ولا المهندس ولا العامل. وفي الحالة دي بيتعاقب جنائيا ومدنيا كمان. طب في صاحب يعني الساكن اللي في عقار مثلا، في حالة ان هو وجد ان العقار اللي هو ساكن فيه قايل للسقوط، تمام، وصاحب العقار رافض ان هو يعمل ترميمات او يعالجه، يعمل ايه؟ يعمل محضر اثبات حالة ويبلغ الحي وبيبلغ النيابة. طبعا وفي الحالة دي النيابة المفروض تبعت لمالك العقار، بحيث لا قدر الله لو حصل أي انهيار أو سقوط هذا العقار، في الحالة دي بيتحمل مالك العقار المسؤولية الجنائية والمدنية. ولازم تعرف حضرتك يا أستاذ محمد أن برضو مسؤولية المقاول والمهندس لا تنتهي بإتمام إنشاء العقار. يعني المهندس والمقاول بنوا برج والموضوع خلص كده بالنسبة لهم، لا الالتزام بتاعهم بيستمر لحد يعني. ما هو بقى ممكن بنى عمارة ولا برج وبعد سنة وقعت، طب الفترة بيسأل المهندس بيسأل المهندس وبيسأل المقاول، وطبعا لو في إخلال برضه من المالك العقار بيسأل برضه. يعني كان نظام ضمان للمهندس، إذا نظام ضمان تمام الفترة كام مثلا؟ مش بمجرد إتمام العقار وإنشائه خلاص مهمتهم انتهت، لا لو حصل أي حاجة في الأساسات في العقار نفسه، إن مفيش متانة فيه، مفيش يعني ما تعملش بالطريقة العلمية السليمة في البنى، في الحالة دي برضه بيتسألوا. حتى لو العقار استمر لمدة 7 سنوات بيسألوا برضه؟ يعني ممكن عقار يبقى مستمر 7 سنوات المفترض في حاجة اسمها الضمان العشري. الضمان العشري
انما العشر يعني ان هو لمده 10 سنوات. ولكن كل ده بتتضح من التحقيقات والتحقيقات النيابه ان في اخلال في البنى، في غش في البنى، في لم يتم مراعاه التصميمات الانشائيه المضبوطه من قبل المهندس المعماري، من قبل المقاول. المقاول ممكن يكون استخدم معدات قديمه او غير أو, او او غير سليمه، تسببت بصوره وباخرى ان البنى ما يتمش بالصوره المطلوبه. وبالتالي في الحاله دي بيسال جنائيا ومدنيا. هل هناك في عمر افتراضي للمباني ولا لا؟ مش حكايه عمر افتراضي. هو المبنى لو تم بناؤه بطريقه صحيحه هيقعد بالمئة سنة كمان. حضرتك العمارات اللي انت شايفها في وسط القاهرة ممكن عمارة مبنية من 150 سنة وحالتها الإنشائية كويسة. للأسف دلوقتي ما بيراعوش الأصول العلمية أو مش بيدوا المهنة حقها. عمارات بتاعت وسط البلد بقى لها 150 سنة وممكن عمارة ما كملتش 10 سنين بتسقط للأسف. تمام. هناك برضو يعني في موضوع عايز أتكلم حضرتك فيه بخصوص الشجار اللي بيحصل بين الناس، بيصفر عنه احيانا قتل. هل ده بيعتبر قتل خطا برضو ولا لا؟ ده ممكن ده بيبقى هو مشابه للقتل الخطا. ولكن في الحاله دي اذا حصل شجار بين شخصين وواحد تعدى على الاخر والاخر ده توفى، ده بيندرج تحت عقوبه ضرب افضى الى موت. هو ما بيتعمدش ان هو يموته، هو لم يتعمد ان هو يموته، ولكن القيد والوصف بتاع القضيه ديت او الجنايه ديت ضربه افضى الى موت. ما توصلش برضو لقتل العمد. القتل العمد ده طريق تاني. قتل عمد مع سبق الاثاره والترصد ممكن توصل ل 15 سنه وممكن مؤبد وممكن يعني في مشاجره عاديه. وخاصه انا هضرب حضرتك خاصه في الصعيد. نعم، مشاجرات بتحصل مثلا في الصعيد، في الصعيد او في اي حته بتصفر عن مقتل مش واحد او اثنين او ثلاثه، ممكن تجيب مجموعه حسب تحقيقات النيابه. اذا كان في تربص وفي ترصد، لا من دون اي تربص، ممكن شجار ضربه افضى الى موت. او قتل عمد بدون سبق اصرار وترصد. ما هو سبق الاصرار والترصد ده ممكن يوصل للاعدام او المؤبد. قتل العمد ممكن 15 سنه، ضربه افضى الى موت العقوبه ما تقلش عن 3 سنين، ضرب افضى الى موت ما تقلش عن 3 سنين ولا تتجاوز 7 سنين. اذا كان في شجار بيني وبينك وانا خبطتك بين عائلتك بين بعضها البعض ومت ولا حاجه، لا قدر الله، العقوبه ضربه افضى الى المشكله دي موجوده في الصعيد. العقوبه يبقى المشاكل والشجار بين عائلتين كبار ضد بعض، وتلاقي في ضحايا كسر من هنا ومن هنا. تمام. فدي برضو انا عايز نوضح، ده بتندرج تحت قتل الخطا ولا لا؟ مش قتل خطا، خاصه ما بيكونش عندهم نيه للقتل بس ماشي، بس تصل ان هم خلاص لا مشكله وحصل قتل الخطا منصوص عليه في الماده 238 انه من تسبب في موت شخص وكان ذلك ناشئا عن اهمال. هو ما فيش قصد جنائي، هو مش بيتعمد انه يموته. تمام، خدت البال حضرتك. وبالتالي ده حاجه وده حاجه. القتل العمد حاجه، والضربة افضى الى موت لها بند ماده لوحديها، والقتل الخطا لها ماده لوحديها، ودي لها عقوبه ودي لها عقوبه. واحيانا ممكن يكون خطا المجني عليه هو المتسبب في الحادث. خطا المجني عليه اللي هو بيقطع علاقه. اركان جريمه القتل الخطا 3 اركان. موت المجني عليه او جرحه. موت المجني عليه جريمه القتل الخطا والاصابه الخطا ليها 3 اركان: موت المجني عليه او جرحه او ايذائه. الامر الثاني الخطا الغير عمدي من المتهم. الركن الثالث علاقه السببيه بين موت المجني عليه وبين الخطأ الغير عمدي من المتهم. بالنسبة للركن الأول أو الركن الأول اللي هو موت المجني عليه، لو لم يمت المجني عليه يبقى ما فيش مجال لجريمة القتل الخطأ. حتى لو كان في خطأ من جانب المتهم وخطأ غير عمدي، وحتى لو كان خطأ غير جسيم، وبالتالي لا يجب لتوفر جريمة القتل الخطأ أنه المجني عليه يتوفى. حتى ما يتهمش بمحاولة قتل؟ لا 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 لا, لا شروع لا شروع في حاجة غير عمدية. أنا أخطأت، ولكن الحمد لله الخطأ ما وصلش إنك أنت توفيت أو جرحت، وبالتالي ما فيش تعمد، وبالتالي لا شروع في قضايا غير عمدية. ما فيش قصد جنائي. الامر الثاني الخطا من جانب المتهم، والخطا زي ما قلت لك ليه صور كذا صوره: اهمال، رعونه، عدم احتراز، عدم مراعاه القوانين واللوائح والانظمه والقرارات،
كل دي صور للخطأ. علاقة السببية بين ده وبين ده يجب ان يجب ان تتوفر علاقة السببية بين 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 فعل المتهم الخطأ الغير عمدي وبين الموت المجني عليه او جرحه او ازائه. وبالتالي لازم يكون في علاقة السببية. احيانا بيكون خطأ المجني عليه استغرق خطأ الجاني، بمعنى ان ممكن الخطأ بتاع المجني عليه هو اللي تسبب في الحادث، وهذا الخطأ ليه شرطين. الخطأ خطأ المجني عليه الذي يستغرق خطأ الجاني والذي تسبب في الحادث وأدى إلى وفاة المجني عليه، يجب أن توفر هنا يجب أن يكون هناك شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الخطأ فاحش لا يمكن تداركه، بمعنى أنا ماشي بعربيتي وجي واحد فجأة عدى من قدامي، هتلافاه إزاي؟ مش هقدر، هدوس عليه هيموت، مش خطأ أنا، ده خطأ المجني عليه، وبالتالي بتنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن ما تقعش اي مسؤوليه عن الشخص اللي تسبب لا طبعا ما هو هو خطا المجني عليه وخطا فاحش لا يمكن تداركه. الامر الثاني من صور الخطا المجني عليه اللي هو بيقطع السببيه انه طبعا ان يتم ان يكون هذا الخطا عن ادراك واختيار. ده الخطاين يعني اللي هو عن ادراك واختيار، ان باختياره يعني ما حد زقه. يعني ممكن واحد بيجي فجاه كده ويقف قصاد عربيه ولا يعدي من غير ما يبص او ياخد باله، وبالتالي يعني محدش يعني محدش زقه عشان يجي قصاد العربيه باختيار هو بخطا هو. هو ما تبصرش الطريق. طب في حاله ان الشخص هو اللي اخطا وعدى قدام عربيه وصاحب العربيه خبطه زي ما حضرتك بتتكلم، في نفس التوقيت صاحب العربيه ما قدمش له مساعده، هل برضه في اتهام بيوجه؟ تمام في ما انا قلت لك ده ظرف مشدد. النكول عن مساعده من وقعت عليه الحادث. تمام. النكول يعني انت خبطت واحد على الاقل، يعني في ناس بتخبط وتجري، ده نكول عن المساعده. ده في الحاله دي ده ظرف مشدد. على الاقل قدم له مساعده وديه المستشفى، دي بتخفف يمكن العقوبه شويه، بتحط بتتبص بعين الاعتبار. اما لو نكل عن مساعده او تقاعس عن مساعده المجني عليه في الحاله دي ده ظرف مشدد ولها عقوبه. هل بتسقط عقوبه القتل الخطا ولا لا؟ عقوبة القتل الخطأ جنحة طالما توفرت فيها الـ 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 الشروط بتاعتها بتسقط. طبعا طبعا ده هيجرنا لموضوع، يعني واحد خبط واحد النهاردة بعربية ومضى على هذه الحادثة أكثر من ثلاث سنين، بتنقضي الدعوة الجنائية عشان دي جنحة. ماشي. طيب لو اتقبض عليه وتقدم للمحاكمه وخد حكم ومشي في الاجراءات، عمل معارضه واستئناف ومعارضه استئنافيه وخد حكم نهائي، بتخش في سقوط عقوبه، بتسقط بعد خمس تمام. سنين. تمام. هنكمل كلام حضرتك بس بعد هذا الاتصال. مساء الخير. الو. مساء النور، مش سامع حضرتك. الو. اتصال اتقطع. تمام. كان نرجع نكمل كلامنا. الشروط سقوط العقوبة ايه؟ تمام. ان هو يكون مضى سقوط العقوبة، في فرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوة الجنائية. انقضاء الدعوة الجنائية ان في جريمة وقعت النهاردة ولتكن جنحة مثلا، ومر عليها اكثر من ثلاث سنين ولم يتم تحريك الدعوة الجنائية، في الحالة دي بتنقضي بمرور ثلاث سنين. طيب لو المتهم اتقدم للمحاكمة ومشي في اجراءات المحاكمه وعمل اجراء معارضه واستئناف ومعارضه استئنافيه واصبح الحكم نهائي، تعد هنا نخش في موضوع سقوط العقوبه. سقوط العقوبه في الجنحه خمس سنين من تاريخ الحكم النهائي. خمس سنين يعني النهارده خد حكم نهائي، عشان تصدر الحكم عنه لازم يمر خمس سنين من تاريخ حتى لو الحكم. الشخص المتهم ما سلمش نفسه مثلا، او هو ما هو يعني بيفترض ان هو ما سلمش نفسه، هو هربان. خدت بال حضرتك؟ بتنقضى العقوبه بعد بتسقط العقوبه. في فرق بين الانقضاء والسقوط. السقوط بيفترض ان الحكم نهائي. حكم نهائي في الجرحى بيسقط بعد خمس سنين. تمام. في حاله ان التصالح في يعني في بعض بيلجا ان هو لا بيتصالح وبيتم دفع دية، هل خلاص كده مفيش عقوبه طبعا ولا بيبقى في حق قانوني؟ والله هو المفترض ان لو في تصالح الساده المستشارين بيبصوا بعين الاعتبار وخلاص، يعني بيحكم فيها بانقضاء الدعوه الجنائيه بتصالح المجني عليه
او الورثه بتوعهم. خدت بال حضرتك؟ تمام. بس كنت عايز اسال برضه حضرتك التعويضات، في تعويضات بتصرف في حاله حوادث الطرق؟ تمام. في هذا الموضوع تمام، عايز من حضرتك التعويضات دي بتوصل لكام وايه اجراءاتها يعني عشان الراجل يحصل على التعويضات؟ طبعا في القانون، ايه الاجراءات اللي هو ممكن يتبعها في هذا الموضوع؟ في القانون رقم 72 لسنه 2007. القانون ده خاص بالتامين الاجباري على السيارات، على سيارات النقل او مركبات النقل السريع داخل جمهوريه مصر العربيه. تمام. في حاله لا قدر الله واحد حصل له حادثه وتوفى او اصيب بعجز كلي بيلجأ لشركه التامين. شركه التامين بتصرف له 40,000 جنيه. طب انا قبل في حاله الوفاه او العجز الكلي. تمام. بيعمل ايه بقى؟ ايه الخطوات اللي بيتبعها الاول؟ الاول بيلجأ لشركه التامين. بيقدم الاوراق اللي بتطلبها منه شركه التامين. تمام. صوره رسميه من محضر الشرطه، صوره رسميه من الحكم الجنائي، صوره رسميه لو في ورثه، طبعا لو متوفي الورثه بيقدموا اعلام الوراثه. تمام. شهاده بيانات، شهادة من الجدول بما تم في القضية. في الحالة دي شركة التأمين بتصرف له. لو شركة التأمين تقاعست بيلجأ للقضاء والقضاء بيحكم له وبينفذ على شركة التأمين بال 40,000 جنيه. ولكن طبعا لينا واقفة في موضوع ال 40,000 جنيه. القانون ده صدر سنة 2007. 40,000 جنيه، هل 40,000 جنيه يا أستاذ محمد؟ القانون ده صدر في 2007، يعني من 14 سنة ولا 15 سنة. ال 40,000 جنيه في 2007 كان ليها، كان ممكن يكون لها قيمة، ولكن بعد مرور أكثر من 15 سنة ال 40,000 جنيه ما تسويش حاجة دلوقتي. وبالتالي أنا أطالب بتشريع أو بشركة التأمين أو بالسيد رئيس الوزراء إنه يبص بعين الاعتبار. مبلغ ال 40,000 جنيه ما بيسويش حاجة دلوقتي، على الأقل حد أدنى ما تقلش بأي حال من الأحوال المبلغ اللي تصرفه شركة التأمين، ما يقلش بأي حال من الأحوال عن 200,000 جنيه. في ظل الظروف والغلاء الأسعار والامور اللي احنا فيها ديت، مش 40,000 جنيه. 40,000 جنيه من 15 سنه، هل الاسعار من 15 سنه كانت زي الاسعار دلوقتي؟ كل حاجه غليت. وبالتالي وبعدين ده راجل متوفي، يمكن تارك اولاد، تارك زوجه، تارك اب، تارك ام، عايزين حد يرعاهم. خدت البال حضرتك؟ وبالتالي بطالب ان المبلغ التعويض ده يوصل ل 200,000 جنيه. ده حاجه. الحاجه الثانيه في الصندوق الحكومي. الصندوق الحكومي برضه انشئ في 2007 بقرار رئيس الوزراء رقم 1828 لسنه 2007. تمام. الصندوق الحكومي مختص بالحوادث المجهوله. طبعا الحوادث المجهوله اللي بتقعد ضد المجهولة. اللي هو واحد خبط واحد وغيره وما عرفناش مين اللي خبطه. بيلجا اهل المتوفي الى الصندوق الحكومي، برضه بيصرف لهم ال 40,000 جنيه. برضه لازم تزيد، ما ينفعش 40,000 جنيه، عشان برضه الصندوق الحكومي ده صدر في 2007. وبالتالي لازم برضه المبلغ ده يزيد لحوالي 200,000 جنيه عشان يواكب الأسعار والظروف الاقتصادية اللي احنا فيها. يعني الأسرة اللي تتعرض لحادث قدامها خيارين عشان تحصل على هذه، تمام، على هذا المبلغ التأمين. تمام. تمام. الفترة الزمنية اللي مقرر لها ان هم يصرف هذا التأمين بتقعد قد ايه يعني مثلا؟ لا، دي متروكة لشركات التأمين. هو بيقدم الطلب وبيستوفي الأوراق المطلوبة من شركة التأمين. تمام. ماشي. لا، هي الموضوع بيطول شويه يعني. مش هيقدم الطلب النهارده ويصرفوا له ثاني يوم. لا، ممكن توصل يعني كام؟ بالشهور. بالشهور يعني ده شهور. لو الموضوع تم ود مع شركه التامين، ما تقاعستش شركه التامين واضطر يرفع قضيه، ولو رفع قضيه عشان يتفصل فيها بحكم انهاء ممكن تاخد لها 8 شهور او سنه. وبعد كده بقى بالحكم ده ومزايل بالصيغه التنفيذيه بيرجع لشركه التامين، وبرضه لما بيقدم لها الحكم والصيغه التنفيذيه ما بتصرفش على طول. طب احنا معايا حالات بهذه الامور. يعني يبقى للاسف موت وخراب ديار. ما في حاجه يعني موت وخراب ديار، الراجل مات والورثه مش عارفين يصرفوا. طب أنا من المبلغ الزايد بتاع ال 40,000 جنيه. طب انا عشان فتحنا ملف التعويضات بالتحديد، يعني حضرتك محامي. تمام. وانا هضرب حضرتك امثله على هذا الموضوع. تمام. ما هو الدوله احيانا بتصرف تعويضات وفي الاخر التعويضات دي ما بتروحش لاصحابها. ازاي ما بتروحش لاصحابها؟ للاسف المحامين اللي بيترافعوا من اجل هذه التعويضات بيحطها في جيبهم. تمام. لا، ما حصلش كلام. لا حصل. وفي حالات عندي موجوده يا استاذ محمد، هفهمك حاجه. اولا ما انا باكد حضرتك، يعني انا هرد على سؤال حضرتك. ما هو انت ما ترميش كده الكلام من غير ما تحدد جزء يا استاذ محمد. جزء من المحامين. انا اقول لحضرتك حاجه. اولا دلوقتي معروفه بكده المبلغ التعويض اللي بيتحكم بيه لازم الورثه بنفسيهم هم اللي يروحوا يصرفوا. تمام.
ده جايز الكلام ده نتكلم عليه ده من 20 سنه، ولكن دلوقتي لا والله مش لا من لا سنتين ثلاثة دي بس. تعليمات حضرتك لإما الورثة بنفسيهم هم اللي يروح يصرفوا الورثة بنفسيهم ويروح ياخدوا من شركة التأمين المبلغ، خدت البال حضرتك؟ أو يعملوا توكيل لحد منهم، يعني لو إخواتي يعملوا توكيل مثلا لأخوهم يروح يصرف، يعني مش المحامي بنفسه اللي بيصرف، لا المحامي ما بيصرفش، يعني الراجل يعني المحامي ما بيصرفش بالتوكيل اللي معمول له، لا لا ده توكيل قضايا هو ده شغال بتوكيل قضايا، والتوكيل قضايا ده بيصرف، لا ده توكيل بيمشي فيها في الاجراءات، بيرفع لهم القضيه، بيقدم لهم الطلبات، بيعمل لهم اعلام الوراثه، ولكن ساعه ما بيتحكم وعايزين يصرفوا الفلوس لشركه، شركه التامين بتطلب الورثه بشخصهم بيروحوا بياخدوا الشيكات بتاعتهم، اما المحامي الراجل طبعا بياخد اتعابه منهم، ولكن الراجل ما يقدرش يصرف الا عن هم اللي يجي هم بنفسيهم ورثه المجني عليه، يعني ورثه المجني عليه هم بنفسيهم هم اللي يستلموا، هم اللي بيستلموا الفلوس. دي تعليمات، دي تعليمات، تعليمات طبعا، حتى استلام الصيغه التنفيذيه لازم برضه هم في الغالب هم اللي بيجوا يستلموها، الصيغه التنفيذيه اللي هينفذوا بيها على شركه التامين هم اللي بيستلموها بموجب توكيل باشخاصهم او بموجب توكيل خاص. تمام، مساء الخير يا فندم، اتفضل. الو الو، ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا، استفسار حضرتك عن ايه يا استاذ؟ والله انا كان معايا حادثه من حوالي حاليا 4 سنين. والحادثه دي كانت خطر واحد عبر الطريق قدامي حوالي الساعه 12 بالليل كده. بس حضرتك بس وحضرتك طب بس حضرتك وطي صوت التلفزيون عشان انا مش سامع من حضرتك حاجه. طب كده تمام، تمام كمل حضرتك. بقول لك وحضرتك حاولت الموضوع كبير، يعني حوالي 8 حرات الصيد الواحد حوالي حضرتك عملت عربي او قدامي هو قال العربي مزرعه قدامي راح بعد كده راح ايه راح عامل قدام انا لكن خلفها يعني. للاسف صوت حضرتك بيقطع ومش واضح الرساله كويس، حضرتك بتستفسر عنها بس كل اللي فهمته ان حضرتك عملت حادثه وشخص عبر من قدامك الساعه 12 بالليل من 4 سنوات، ده كل اللي وصل لي حاليا. هو بيتكلم في نفس الموضوع يعني انا ما في حضرتك لو كنت سمعت انا مش حاجة سامع بينه وبينك الصوت مش واضح ولكن لو عدى فجاه كده مثلا ده الخطا المجني عليه اللي هو استغرق خطا الجاني خطا لا يمكن تداركه، يعني انت ماشي بسرعه معينه وجي واحد عدى فجاه مش هتقدر تسيطر على العربيه هتخبطه. هو ليه التعويض ما بيتصرفش من اللي متسبب في الحادثه؟ لما انت ممكن ترفع خلي بال حضرتك انت هترجع لشركه التامين بترجع لشركه التامين بتصرف لك المبلغ اللي بتحدده الدوله اللي هو ال 40000 جنيه تمام. ولكن في تعويض تكميلي بتصرف بتختصم ما بتكلم يعني شخص متسبب في مقتل اذا كان هو المتهم هو الشخص الرئيسي المتسبب في الحادث في الوفاه بترفع قضيه تعويض وبتطالب بالتعويض على الاضرار الماديه والادبيه والتعويض الموروث وبتحكم لك برضه بتنفذ على المتهم. هل في مبلغ محدد للتعويض؟ دي تقديريه للسيد السيد المستشار بس بتصل لكام؟ في الغالب المتوسط يعني 60000 50 70 حسب الدايره، ولكن برضه حضرتك برضه لازم يكون لنا وقفه الساده المستشارين او هو تعديل تشريعي المفروض باي حال من الاحوال الحد الادنى في قضايا التعويض في القضايا بتاعه القتل الخطا ما يقلش عن 200000 جنيه عشان دي روح بني ادم ماتت في ورثه ليه بيعول ورثه اب ام أخ اولاد قصر راجل مسن والده ست والدته وبالتالي ما ينفعش 50 و60 و70 ألف جنيه ملهاش قيمه دلوقتي وبالتالي انا بطالب ان الحد الادنى سواء اللي بيتحكم بيه في ضد المتهم في التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه ما يقلش عن 200000 جنيه وبرضه في شركات التامين او الصندوق الحكومي ما يقلش مبلغ التعويض عن 200000 جنيه. للاسف وقتنا خلص، الرساله الاخيره لحضرتك توجهها عشان للاسف اطالب بتغليظ العقوبه في قضايا القتل الخطا اطالب بتغليظ لكام باي حال من الاحوال ما تقلش عن 10 سنوات ما تقلش عن 10 سنوات هتلاقي بامر الله هتلاقي الامور الناس احترمت نفسيها والتزمت بالقواعد والقوانين الخاصه بالمرور.
وهتقل بامر الله الحوادث بتاعت المرور. تغليظ العقوبه ده المطلب الاساسي في هذه الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن القتل الخطا. وطبعا احنا يعني دي رساله بنوصلها لمجلس النواب ان هو يناقش هذه القوانين بالتحديد من اجل الحد من السرعه الجنونيه اللي احنا بنشوفها في الشارع واللي بتصفر عن قتلى واحيانا اصابات لوعاهات مستديمه لبعض الشخصيات. في نهايه الحلقه بشكر حضرتك سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالسنافي العالي ومجلس الدوله على تشريفك بهذه الفقره. ربنا يكرمك. بشكر مشاهدينا الكرام على المتابعه ونلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه. تصبحوا على خير.